مشكلة جيلنا بجد عظيم مش معترفة إلا من رحم ربي، إن في طبعا مشاكل متعددة يعني وبتختلف على مستوى الناس. المشكلة أنا بشوفها الرئيسية إن الناس مش بتعترف بمشكلتها هي إيه، لأ مشكلة المجتمع وصل الوطن وصل مش عارف إيه. طب لا، أنا فين؟ والناس دايما الناس مركزة مع الناس أنا فين؟ تانيين. أنا فين؟ أنا بعمل إيه عشاني؟ قبل ما أعمل عشان الناس وأعمل عشان مش عارف إيه وأعمل عشان، لو قبل أنا ما بعمل اشوف إيه عشاني؟ اخطاء الناس او الظروف بتاعت والظروف، ما اشوف ظروفي انا بعمل الناس مثلا اللي هجمت الرياضي اللي ما سلمش ومش عارف، أنت كنت واقف مكانه؟ لا لأ، كنت في نفسيته وهو داخل يلاعب واحد من بلد مثلا مدمرك سنين ومحتل أرضك ومش عارف، كنت في نفسيته؟ لا وأنت طبعا. داخل كنت أنت شايف ملامحه ووشه؟ كنت قاري عن إيه اللي هو بيلعبه ده؟ ونفسيته عاملة إزاي؟ مش بدافع عنه، الأخلاق انت الرياضية بتقصد ان إن هو هو كان ينحني قدامه ده أخلاق رياضية، وهو أنا وجهة نظري ان هو كان المفروض يعني يؤدي الاخلاق الرياضيه او البروسيس بتاعت الرياضه اللي بتحقق الموضوع دوت. انت تقصد ان الكلام الكتير ما انت اللي واقف مكانه ما تعرفش، انت حسام يجي انت قاعد تعدل عليه مثلا، عشان بقالي فتره انا والزملاء ناس كتير بيتعلى علينا تعليقات غريبه قوي وحكم رده بقى وده كافر ومش عارف وحاجات كتيره بقى كده بتطلع ما اعرفش ازاي، يعني اللي هي بتحتاج صرح من العلماء يطلعوها طيب بيطلعوها ومعادين كده.